الأعزاء المشاهدين، ما زلنا بنتابع معكم برنامج من القاهرة، وزي ما قلنا لكم الموضوع الرئيسي النهاردة سيتركز على قطر وما بدر منها من تصريحات اعتبرتها مصر تدخلا في الشؤون الداخلية لها، وردود الأفعال المصرية التي نجمت عن هذه التصريحات. ولكن دعونا نبدأ بالبيان الذي كان أصدرته الخارجية القطرية عن هذا الموضوع، واللي بيمس الشأن الداخلي المصري. ولكن قبل أن نقرأ عليكم هذا البيان ونستطرد في هذا الموضوع، بيسعدنا أن نرحب بضيفينا في هذه الحلقة، الفريق حسام خير الله النائب السابق لمدير المخابرات المصرية. أهلا بك. الأول مش نائب، النائب الأول، الوكيل الأول، الوكيل الأول السابق للمخابرات المصرية. أهلا بك. والأستاذ محمود بكري نائب رئيس تحرير جريدة الأسبوع، واللي نشرت الكتاب اللي صدر مؤخرا عن العائلة الحاكمة في قطر. ولكن قبل أن نستطرد في هذا الموضوع ونقرأ بيان الخارجية القطرية، دعونا نتابع معا التقرير التالي. حالة من التردي تشهدها العلاقات بين مصر وقطر بسبب إصرار الأخيرة على القيام بتصرفا استفزازيا تعكس مدى عجزها عن فهم التطورات التي تشهدها مصر منذ ثورة 30 من يونيو، وعجز المسؤولين في الدوحة عن إدراك أركان السياسة الخارجية لمصر الجديدة، والتي تقوم على احترام الأعراف والقوانين الدولية دون أن تسمح لأحد أيما كان أن يتدخل في شؤونها الداخلية. الخارجية المصرية صاحبة التاريخ العريق في النهج الدبلوماسي الحكيم، حريصة على علاقتها مع محيطها العالمي والعربي، لكنها لن تسمح لأحد أن يتدخل في خيارات الشعب المصري أو أن يفرض رأيه علي. وردا على ما تردد مؤخرا عن إعلان وزارة الخارجية القطرية عن منح حق اللجوء السياسي للمصريين المطلوب القبض عليهم والمقيمين بها، صرح السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزارة لم تتوصل حتى الآن لأي معلومات بشأن هذا الموضوع، وأوضح أنه تم تكليف السفير المصري بقطر بالتواصل مع السلطات القطرية للتأكد من صحة هذه الأنباء. كانت وزارة العدل المصرية قد خاطبت منذ فترة نظيرتها القطرية بالالتزام بالمعاهدات الدولية بين الدولتين وتسليم الهارب عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية بعد ظهوره في الدوحة. واستدعت الخارجية المصرية هذا الأسبوع سفير قطر بالقاهرة إلى مقر وزارة الخارجية لإبلاغه رفض مصر شكلا وموضوعا للبيان الصادر عن وزارة الخارجية القطرية الجمعة الماضية بشأن الأوضاع في مصر، وهي خطوة غير معتادة فيما بين الدول العربية، موضحا أنها نقلت للسفير القطري أن ما جاء في هذا البيان يعد تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي للبلاد. وشدد المتحدث على أن مصر تؤكد مجددا أنها لن تسمح على الإطلاق لأي طرف خارجي بالتدخل في شؤونها الداخلية تحت أي مسمى أو تبرير. الخبراء يرون أن القاهرة عليها أن تسير في خطين متوازيين فيما يتعلق بالتعامل مع قطر. الأول يتمثل في الرد الحاسم على مواقفها المناوئة لمصر، والخط الثاني محاولة حشد دول مجلس التعاون الخليجي للضغط على قطر. إذن حدثنا ينصب على قطر والأسرة الحاكمة هناك، ما يدور في كواليس الحكم، ولماذا قطر هذه الدولة الصغيرة تتحدث عن أكبر دولة عربية هي مصر؟ ما هي المصلحة الخاصة لها، وهي مدفوعة من من؟ صحيح أن هناك علامات استفهام كثيرة، أسئلة أيضا تبدو واضحة في أحيان أكثر، لكن لماذا قطر تستهدف مصر بهذا الشكل، وما يحدث الآن على الأرض في مصر؟ ردود فعلية مختلفة سواء على المستوى الجماهيري أو الشعبي، لأن النهاردة كان فيه الحقيقة تجمهر واضح أمام السفارة القطرية في مصر بتدين هذه الأعمال وهذا التدخل السافر في شؤون مصر الداخلية لمستوى الدبلوماسية
الدبلوماسي تحدثنا عنه من خلال الخارجية اللي استدعت السفير القطري. ومن المقرر أيضا أن سفير مصر في قطر سيعود للتشاور إلى الأراضي المصرية عقب انتهاء الاستفتاء بالنسبة للجاليات المصرية المقيمة هناك. وعدد من المحللين السياسيين تحدثوا عن الشأن المصري القطري بشكل مختلف يمكن طريف، وقالوا أن ما تتفوه به قطر من كلمات عن مصر تأتي في إطار محاولات بعمر هذه الدولة المستحدثة للوقوف في ظل الكبار عسى أن يظهروا معهم حتى ولو في الصور التذكارية. طبعا كل هذه الأمور لها معاني كثيرة. سيادة الفريق اللي برحب به مرة تانية، فريق حسام خير الله النائب الأول للمخابرات العامة المصرية سابقا، والأستاذ محمود بكري نائب رئيس تحرير جريدة الأسبوع، برحب بكم مرة تانية. وخليني أبدأ مع حضرتك سيادة الفريق وعن محاولات قطر المستديمة والمستدامة للتدخل في شؤوننا الداخلية. بسم الله الرحمن الرحيم. هي قطر دي لحد بيفصلها زي ما يكون واحد قزم وبيحاول دايما يشب عشان يبان في الصورة فطول الآخرين. قطر محاولاتها يعني متكررة. أتذكر برضو إنه كان حمد الجاسم لما كان وزير خارجية وكان كان ليه تصريح بيهاجم في مصر والله يرحمه عمر سليمان الرئيس المخابرات بتاعهم ده بلهجة صفيقة كده ينهيها. فهو دايما بص الناس دي الحقيقة جبلت على العمالة، يعني بتحرك من قبل عناصر في الولايات المتحدة. لو حتى بص قناة الجزيرة عندها عجز كان مثلا 50 مليون، تلاقي نصها بتسدده شيخ موزة ونصها بيسددوا الأيبك اللي هي إسرائيل اليهودي في الولايات المتحدة. فهم دايما باستمرار، لأنه مجلس أمنا فيها كان فيها دم الكبحي وده ظابط مخابرات إسرائيلي، فهي مدبوغة الصبغة إنها يمكن كمان اللي هنكشف عنه من الكتاب الفرنسي اللي نشرته جريدة الأسبوع بيتحدث عن إن التمويل والنشأة كان من فرنسيان يهوديان بالأساس. يعني وشوف العلاقات. طب اشمعنى دلوقتي قطر طلعت بالرغم إنه كان في محاولة قبل كده من ولي عهد أبو ظبي بيطلب من الإعلام المصري إنه يهدي على عسى أن يحصل تصالح وتغيير من قطر تغير في سياستها. لكن هو المؤشر في الضغط مع الولايات المتحده على العالم العربي اللي خدوه الخليجي المؤيد لمصر بالذات فيما يتعلق بموضوع الفريق اول السيسي، ومش عايزين انتخاب حد من العسكريين زي ما بيقولوا يعني في، لكن اترفض الكلام ده، قالوا احنا لن نتدخل في الشان المصري، الشعب المصري بقرار. تيجي بعد كده تلاقي وزير الدفاع اتكلم مع الفريق السيسي، قال له برضه مش عايز بدل ما قالوش طبعا بقى انت لا بيتكلموا بقالهم بقى عن العسكري المصري، الشعب المصري هو الذي حد هم مش قادرين يفهموا لغايه دلوقتي انه الموضوع حكايه التدخل السافر والاستجابه ليه انتهى. الشعب المصري اصبح هو اللي بيحدد من ثوراته وقفته، هو اللي بيحدد مستقبله رايح فين. فابتدى بقى ما دام الحركه اللي حاولوا فيها كده تبدا الاذناب تلعب بقى، تسمعي تشوف قطر تطلع الحركه، شو بتاع تلاقي السودان تقول لها السودان اللي عايشه فوق ال 24 سنه في حكم اخواني، الناس بتشتكي من البلاوي اللي هم فيها والتخلف. تخيل انا كنت بتكلم على بعض انه ممكن سد النهضه لو اتعمل وحصل تدمير وغرق، على بعض الناس قالت ليه؟ بالعكس هيبقوا مبسوطين، لان كل فلوس الاغاثه بتاخدها الاخوان بياخدوها ما بيشوفهاش الشعب. يعني السنه اللي فاتت النيل فاض وغرق ام درمان وحصل لهم فرص اغاثه ما راحتش للسودانيين الاخوان المسلمين. فهذا النظام مثل ذاك الاثنين يعني في سله واحده الاثنين. تلاقي على الخط المصالحه او التقارب الامريكي الايراني المستحدث، تلاقي ايران بتتكلم في نفس القصه. صحيح. كلها لعبه مصالح وكلهم بقى بيشوف اساسهم فين او مصلحتهم موجوده فين. طيب احنا هنرجع برضو لشكل التعامل، لكن بعد الانتقال لاستاذ محمود بكري، من اسرار الخزينه القطريه جريده الاسبوع نشرت عدد من فصول الكتاب وتحدثت فيها عن كواليس العيله الحاكمه، بل كمان الكتاب تناول ان هي في نواقص منذ الطفوله للامير حمد، فبالتالي هذه النواقص يمكن يفيدنا فيها بقى علم النفس كمان، ان هي زي طلعت على السطح في تعاملها مع الدول المختلفه او حتى في اتجاهه للغرب. هو اظرف ما في الكتاب انه بيشخص الحاله القطريه
وانا بعترض بصراحة على اسم الاسرة الحاكمة، انا بسميها الاسرة الخائنة، لانه اللي يطعن ابوه، اللي يخون ابوه وينقلب عليه، وبعد ما يبوس ايده في المطار وهو مسافر في سنة 95، الرجل رايح يعمل فحوصات طبية وتحاليل طبية في الخارج في زيوريخ، وبعدها وكان في نفس الوقت ابوه مسافر، وكان في اليوم اللي قبله حمد بن جاسم هذا الخنزير اللي هو يعتبر السند الاكبر لحمد بن خليفه في انقلابه على ابوه وفي التآمر على مصر وعلى الامه العربيه، كان في اليوم اللي قبله بيجتمع بسفراء فرنسا وبريطانيا وامريكا. يعني الراجل موجود في على الارض القطريه شيخ خليفه بن حمد اللي هو الاب، وموجود بيتأهب للسفر تاني يوم، وفي نفس الوقت حمد بن جاسم بيجتمع بالسفراء الثلاثة بيقول لهم بكرة هيحصل أن ولي العهد اللي هو الشيخ حمد بن خليفة سوف يتولى الحكم في الأمارة القطرية بدلا من والده الشيخ خليفة بن حمد. ده يؤكد إيه؟ يؤكد أن هذا دمه مغروس فيه الخيانة أصلا. وبعدين هو طموحه وصل لإيه؟ أنه الانقلاب على الأب يصل إلى الإحساس بالعظمة، أن ينقلب على كل الرؤساء والحكام العرب، وأن يكون ضليعا في مؤامرة دولية بتدمير أمة العرب. على فكرة بعض الناس ممكن يقول لك هو مجرد بس طموحات شخصية للشيخ حمد وتابعه وزوجته الشيخ موزة. الموضوع ليس كذلك أبدا، موضوع أكبر من كده بكتير. موضوع أنه فيه أجهزة مخابرات دولية، وهذا كلام تكشفه وثائق واضحة بتؤكد أن قطر من خلال جهاز أمن الدولة الخاص بها هي جزء ضالع في مؤامرة على مصر تضم 6 أجهزة مخابرات دولية، والوثائق تؤكد ذلك. 6 أجهزة مخابرات دولية اللي هي المخابرات الأمريكية، هي وثائق صادرة عن أي وثائق سرية وجاية من مصادرها الخاصة، وكل يوم بيتأكد صحة ما بيها. هناك فريق يسمى فريق إدارة الأزمات، موجود مركز العمل بتاعه في هرتزيليا في تل أبيب في إسرائيل، ومركز صنع وإصدار القرار في الخارجية الأمريكية في واشنطن. هذا الفريق بيضم 6 أجهزة مخابرات عالمية، المخابرات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والتركية والموساد الإسرائيلي وأمن الدولة القطرية. هذه الأجهزة الستة هي اللي بتلعب في إحشاء مصر دلوقتي. المسألة على فكرة مش منفصلة عن كل اللي بنشوفه من ردود فعل هنا وهنا، الموقف الأمريكي المتذبذب والمتناقض والمتقلب، ويوم مع مصر ويوم ضد مصر، يوم يهدد بالمعونة ويوم يقول لك سنحافظ على العلاقة الاستراتيجية مع مصر. كل ده مرتبط بالخطة بموضوعة. وعلى فكرة احنا برضو وما بعد من الجهاز ده طبعا احنا في تفكيرنا او في ضوءها ضوء ما بيخرج منه، احنا في تفكيرنا يجب الا نستهين بمؤامرة كبيرة جدا. طب بدل وصلنا للامر المخابراتي بقى ومعانا الفريق حسام خير الله، يعني يجب ان تدلي بدلوك. يعني اصلا الاستاذ محمود بيتكلم عن مؤامره بتشترك فيها عدد من اجهزه المخابرات الدوليه، يعني مركزها في قطر او هرتزيليا في اسرائيل، مركزها في هرتزيليا وبالتعاون مع قطر. يعني طب هل هناك من معلومات مؤكده لدى اجهزه المخابرات المصريه؟ انا بعيد عن الجهاز بقى لي 8 سنين، يعني هو بس المفروض ان الخطط، لكن انا اقيم لك اللي هي من التسعينات يا فندم، اللي هي بتحاج ضد مصر من التسعينات. ايوه بقول لك مكان ضد او ضد بالظبط، فاكيد حضرتك برضو يعني ايوه ما في قيد المسؤوليه على اوضاع الحاليه، لكن هو كانش اتضحت لسه حضرتك. لا الدور هيبقى كده، قطر هيبقى الدور المنفذ دايما. قطر ما تملكش من اجهزتها ما يساوي يعني القيمه المعلوماتيه او عناصر التقييم اللي هي على المستوى ده، لكن الاجهزه الثانيه دي هي اللي تخطط وتجتمع وتقول يبقى قطر هي العنصر المنفذ في الموضوع. هم ما بيبنوش بالمال، اللي بينفذ بالمال كده. قطر دورها مالي، يعني لاحظوا انه حب الظهور وهو كده، يعني موضوع الكوره حتى مش خالي انها تطلع تاخد الفيفا عندها الاولمبياد. طبعا يعني بالرشوه
بالظبط، ورشوه لا، وبرضه اللي في حته في الناحيه تزق، بس كل حاجه دلوقتي بتلعب فيها من